حكمته من كونه عليه الصلاة والسلام لم يؤثر في أبي طالب في آخر حياته؟ الحكمة من ذلك أن العلماء قالوا في هذا، قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤثر في أبي طالب حتى يعلم الناس أن الأمر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الأمر كله بيد الله. فهذا عمه وكان ينافح عنه وقال ما قال: لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فكونه عليه الصلاة والسلام لم يستطع أن يوصل الهداية إلى قلب أبي طالب، ويكون فيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام لا يملك نفعا ولا يدفع ضرا، فكيف يتعلق به؟ إذ لو كان عنده نفع لكان أحق من وصل إليه هذا النفع عمه أبو طالب.